السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنخدم معكم، غنبدأ لكم الموديل ديال القفطان الخزي اللي حطيت في القناة واللي عجبكم. ان شاء الله غنبداو السلسلة واجزاء منه حتى نكملو ان شاء الله. دابا غنخدم معكم بالطرز المبروم، بالخيط الطرز المبروم، الطرز الرباطي المبروم، والكروشيه نمره 1260 دائما، والخيط على 4 شعرات البنات ديال الروندا بالكروشيه كتخدم ب 4 شعرات، هاد الكوزات كتخدم ب 4 شعرات. والكمام حتى هما بالكوزات الصغيورين ومطروزين، والعنق حتى هو مع نص طوق، حتى هو غيتخدم مع نص طوق. ونوريكم الطريقه ان شاء الله، نتمنى الشرح ديالي يكون واضح ونوصل الفكره. نبداو العمل، بسم الله. غنبداو هاد التطبيق ديال هاد الموديل اللي حطيتو في القناه، غنبداو في السلسله ديالو. المهم غنبدا انا، فايت ليا وجمعتو الملاقيه اللي على واحد، ها هي من هنا الكتف، كدير الحبيك في هاد الطرف والحبيك في هاد الطرف، وكتجمعيه من الداخل، راه كيتجمع من الداخل بهاد الطريقه. راني حطيت هاد الملاقيه في القناه، غنحط الرابط ديالها في صندوق الوصف. المهم وهاد التركيز حتى هو جمعتو حتى هو بهاد الملاقيه، كنبداو كنديرو الحبيك لهاد الطرف والحبيك على لكم، عاد كنجمعو من الوسط من الداخل. كنبداو من الوسط، كنديرو هاد الطرف حتى نوصلو لهنايا، ونرجعو لهنايا نبداو فيها عاوتاني ونكملو النص الثاني. كنجيو لهنايا حتى جناب من تحت التركيز، ها هما هنا درت ليه الحبيك، باقي ما جمعتو، ها هو درت ليه الحبيك هدا لتحت، وهذا الكم، الكم جمعتو البنات، ها هو كيبان ليكم هدا كم. هنا كنبدا من تحت الابط كيما كيقولو، كنجمعو بالملاقية، كنزل حتى كنوصل الفتحه ديال الكم، عاد كنجي تحت الابط عاوتاني، كنبدا وكنجمعو من الداخل. هاد الملاقيه كتجمع من الداخل البنات، كنبدا حتى لتحت، وكنستعمل الفناتير. فايت ليا درت هاد الفيديو في القناه، دخلوا القناه غتشوفوه، وكنحطو في صندوق الوصف. المهم دابا غنبدا لكم نسطق، والملاقيه اللي تحت نسطق حتى هي نفس الشكل، نفس الملاقيه اللي جمعت بها لهاد القفطان، خدمت بها حتى تحت نص الطوق. دابا غنبداو معكم الطريقه ديال نص الطوق، كيفاش غنبداوها. دابا البنات كناخذوا الفتحه، راس الفتحه ديال العنق، وهاد راس الفتحه اللي في هاد الجهه الاخرى، كنطبقهم بهاد الطريقه. ها هو راه هذا هو العنق، ها هو، وهانص الطوق حتى لتحت، ها هو ها الملاقي فين درتها، ها هي كنصايبهم بهاد الطريقه. رفيت اللي حطيتو في واحد فيديو اخرى بهاد الطريقه، كنجمعهم بهاد الطريقه، كنجمعهم بالفناتي. هنا ضغطت عليه بالفنته وكنجمع هاد الطرف، كنبل واحد سنتيم بهاد الطريقه، كنحط هنايا الفنته باش تقاد ليا باش نقطع بهذه الطريقه. فين قلت باش يجيكم باين، حطيت الفنته هنايا والفنته هنايا، ها الملاقيه هي فين كاينه الملاقيه باش تبان لكم الملاقيه. بعد ما جمعتو بالفنته من هنايا ومن هنايا بهذه الطريقه، هذا نص الطوق البنات، كنعبر 3 سنتيم، حيت هاد البنطه اللي غنخدم عريضه شويه، على خصني ندير 3 سنتيم وندخل على الثوب 3 سنتيم، نقصو شويه واحد مليمتر، ماشي كلشي 3 سنتيم بالضبط، حيت كيزيد الثوب كيزيد من راسو ملي تقطع كيزيد بهاد الطريقه. دابا غنقطع بسم الله، قطعت البنات بهذه الطريقه، كنحيد الفنيتات، كنجي
غنبدل هنايا هنايا باش ما مش ميتسربش ليا الثوب من هنايا ومن هنايا. رفيت لي حطيت الطريقه في الجزء الاول ديال الفيديو الروندا بالكروشي، دخلوا ليه وغتشوفوا الطريقه باش كنخدم باش ما نعيدوش نفس الخدمه ما نعيدوهاش في الفيديوهات. المهم دخلوا داك الفيديو راه غتشوفوا الطريقه هنايا كنبلو هنا بالكروشي والخيط باش ما يتسربش. غنخدموا ونرجع معكم. هاني سطرت البنات باش بعد ما حبكته اولا، هو الحبيك اللي كندير كنديرو هنايا في هاد التقطيعه وفي هاد التقطيعه. دابا غنجيو باش كنعبرو هاد هنايا هاد التقطيعه شحال فيها، وكنبقى كنسطر بهاد الطريقه حتى نوصل لفتح هاد العنق من هاد الجهه ومن هاد الجهه. كنسطرهم بهاد الطريقه. دابا غنمشي بالبرا والخيط من راس الفتحه هنايا، كنبلو بهاد الطريقه ونجي عليه حتى لهنايا وندور دائره ونطلع حتى نوصل لفتحه العنق عاوتاني ونصلحو عاد كنبدا كنخدم. انا البنات بعد ما نبلتو وصلحتو طبيعه الحال باش ملي نخدم نجي نخدم عليه الحبيك كيجيني مقاد الثوب طايح بالمصلوح. ها هو بهاد الطريقه باش نوريكم العنق حتى هو نبلت نسطق مع العنق. العنق البنات انا في الطوق العادي اللي كندير له الدرس غير الدرس كننزل ب 10 ولا 11 على حسب، وهنايا كندير غير 8. ويني في هاد الطوق حيت انا غنخدم نص الطوق مع العنق مع الدورات العنق غنخدمهم، يعني نزلت ب 13 نزلت ب 13 ولا 14. وهنايا غادخلوا في العنق من هنايا غادخلوا ب 10 شيدو حيت الباندا اللي غتكون هنايا غتكون العبار ديالها 2 سنتيم، يعني كل حاجه تزيدوا فيها هنايا غتقطعوا. الا بغيتوا تقطعوا العنق عادي ديما زيدوا عليه تقطيعه ديال 2 سنتيم اللي غتديكم هنايا دوره العنق 2 سنتيم البنات، حتى في الكتف حتى هي 2 سنتيم. المهم العنق هنايا كديري في نورمالمون كنديروا 8 سنتيم، انا درت 10 وفي الهبطه ديال العنق درت 13. داكشي اللي درت في هذا العنق باش تجيني الدوره والعنق مقاد. دابا غنبداو الحبيك كنخدم الحبيك غنبداو من اللور ديال العنق من هنايا غنبدا الدوره ديال العنق من اللور الوسط ديال الوسط ديال اللور ونخدمو بالحبيك ونرجع معكم. ها هو البنات كملت هاد الحبيك ديال نص طوق باش نوريكم هذا نص طوق بهاد الطريقه حبكتو. بديت من العنق من اللور، ها هو البديه فين بديت من هنايا من الوسط ديال اللور وخدمت الحبيك. الحبيك عباره عن جوج سلسله وجوج حشو جوج سلسله وجوج حشو حتى تدوري دوره كامله على العنق. ها الفتحه ديال نص طوق الفتحه ديال العنق وتنزلي دائما الحبيك. ها فين درت التقطيعه ديك التقطيعه ديال من تحت ديال نص طوق ها الملاقيه اللي تحت نص طوق وطلعي عاوتاني ديري الحبيك دائما خدام في الحبيك حتى تدوري دوره كامله. ها هو راس فتحه العنق وديري دوره كامله حتى توصلي النهايه ديال هاد الحبيك. ها هو هنايا دابا هذا غندفنوه دائما راه وريت فايت لي وريتكم الطريقه. كندخل من هنا كنجبد الخيط وكندفنو تحت هاد بهاد الطريقه كندير العقده هنايا كنشد بهاد هنايا بهاد الطريقه
ندير العقده وتقطع الخيط، عاد كنجي نسطق من التحت باش ندفنو. ها هو ملي دفنتو البنات بهذه الطريقه ما بانش. دابا غنجيو غنبداو من هنايا البنات، من هنايا غنبداو نسطق ديال الكوزه ديالنا. بسم الله غنبداو ندخلو الخيط في هنايا في هاد الفتحه. غنجبدو دائما البنات الكوزات خدموهم نسطق هاد الكروشي رنده بالكروشي، انا كنسميها رنده بالكروشي، خدموه بربعه د الخيوط، ما كاين ما حسن من ربعه د الخيوط. خمسه كيجي غليظ، ثلاثه رقيق بزاف، انا كنخدمو بربعه. هاني ثبت الخيط باش ناخذ معاكم هي بالطريقه، كنرتفع جوج سلسله بهذه الطريقه، كنجي لهنا كندخل في الفتحه الاولى اللي في هاد الجنب بهذه الطريقه، هي كنجي كنعاود نفس الفتحه عمود باش يولي عندي جوج اعمده. كندير سلسله نفس الفتحه، حتى هي نفس الفتحه دائما نفس الفتحه، لاحظوا كنخدم فيها عمود ثم العمود الثاني. هي بهذه الطريقه تمنى تبان لكم. ثم كندخلوا لهاد الفتحه الاولى كنثبتوا فيها الخيط بهذه الطريقه، ارتفاع دائما كيكون بجوج سلسله. كنجيو لهاد الفتحه المواليه كنثبتوا فيها غرزه حشو بهذه الطريقه، كنقلبوا الخدمه. كنجي البنات لهاد الفتحه، ها هي كنخدم العمود ديال الزياده، هذا عمود ديال الزياده، وكندير سلسله كنفوت هاد العمود وكنجي لهاد الفتحه فين درت سلسله واحده هنايا، كنعمرها بجوج اعمده، العمود الاول العمود الثاني. الطريقه كندير سلسله ثم عمود، كنفوت جوج جوج اعمده كنفوتهم، كنجي بين كنخلي واحد داك الحبيب كنخليه بينو بين الثوب، كناخذ جوج اعمده هنايا بهذه الطريقه، هنايا في هذه البلاصه كنخلي داك الحبيك ما كناخذوش العمود الاول العمود الثاني بهذه الطريقه. ثم كندخلو في هذه الفتحه بغرزه حشو الطريقه، كنرتفعوا سلسلتان، كنجيو لهاد الفتحه اللي حداها غرزه حشو، كنقلبوا دائما غنديروا في الجنب كنديروا الزياده، كنزيد هنا في هاد البلاصه ها هي في هاد النقيطه كنزيد عمود ثاني ثم سلسله، كنجي مباشرة لهاد الفتحة كنعمرها بعمودين بهاد الطريقة. كنجي انا ما كناخذش في هاد الافتتاحات، كناخذ بين اعمدة بجوج باش يجيني الشكل بحال الشكل ديال الرندة ماشي كروشي بهاد الطريقة. كنجي مباشرة لهاد الفتحة كنعمروها بعمودين بهاد الطريقة، يعني دابا كنبدا كنفتح في الكوزه، عندي دابا خمسه اعمده في هاد السطر، جوج اعمده السطر الثاني خمسه ثم سلسله، ثم كنجي انتبهوا كنجي لهاد البلاصه ماشي هنايا، لا كناخذ بين الحبيك وجوج اعمده بيناتهم، كنخدم العمود الاول ثم عمود ديال الزياده
كنزيد من جهتين، ثم كنجي لهنايا كنثبت فيها الخيط وغرزة حشو، ثم سلسلتان كنفوت باش نبعد شويه، كنفوت هاد الفتحه كنجي لهادي باش تجيني الخدمه شويه ما تكونش منفوخه من هنايا هاد الكوزه، ثم كنقلب وكندير الزياده دائما مادام جينا للجنب يعني هناك زياده، عمودين ثم سلسله، ثم كنجي مباشره لهاد الفتحه حتى هي كنعمروها بعمودين بهذه الطريقه. خدمت في هاد الفتحه جوج اعمده، كنجي بين هاد الاعمده بين عمود وعمود، ما كندخلش انا في هاد الافتتاحيه البنات، كندخل بين الاعمده هنايا بين الاعمده، كنخدم العمود الاول بين هاد العمود والثاني، كنخدم العمود الثاني الرابع هذا هنايا الخامس وهنا السادس وهنا الفتحه، هاد الفتحه كنعمرها بجوج يعني السابع والثامن، يعني هاد السطر كيكون عندنا 8 د الاعمده بهذه الطريقه. ثم كندير سلسله وكنجي كنخدم بين الحبيك ماشي بين الحبيك والثوب، بين الحبيك وجوج اعمده اللي درت هنايا ها هي في هاد البلاصه في هاد الفتحه، شوفوا مزيان ماشي من هاد ماشي من هاد الفتحه بين الحبيك والثوب، لا ما تدخلوش بديك البلاصه، دخلوا هنايا ها هي هاد الفتحه في هاد البلاصه بين جوج اعمده والحبيك، كنخدم عمودين عمود اول العمود ديال الزياده، كندخل في هاد الفتحه كنثبت الخيط بغرزة حشو، ثم كنرتفع سلسلتان كنجي لهاد الفتحه المواليه، ثم كنقلب ثم كنزيد الزياده ديالتي في هاد البلاصه عمود ثم سلسله، دائما كنجي الفتحه مباشره كنعمرها بعمودين ثاني، ثم هذا الثالث كناخذ انتبهوا مزيان انا كناخذ بين الاعمده ما كندخلش في هذا الافتتاحي، لا هنايا بين الاعمده باش يجي الشكل ديالو بحال الرنده، كناخذ خمسه كنخدم خمسه الاعمده هنايا، غندير سلسله هنا غنفتح هاد الافتتاحه وكنجي لهاد البلاصه حتى هي نخدم، كننقز واحد هاد عمودين كنفوت عمودين، ثم كنخدم عمود العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع، هاد الافتتاحه كنعمرها بجوج باش يكون عندنا الرابع والخامس، يعني دابا عندي خمسه د الاعمده فتحه سلسله ثم خمسه د الاعمده، كندير سلسله وكنجي هنايا في هاد البلاصه جوج اعمده كنفوتهم وكندخل بين جوج اعمده والحبيك ماشي الثوب، بين الحبيك وجوج اعمده كنخدم العمود الاول ثم العمود الثاني ثم العمود الثاني اللي كتعتبر زياده، كنجيو هاد الجنب كنثبتو في هنايا بغرزة حشو بهذه الطريقه، كتكون عندك البدايه ديال الكوزه، كنرتفع دائما بسلسلتان كيتعتبروا عمود، كندخل هنايا بغرزة حشو كنقلب الخدمه وكندير ديك الزياده اللي في الجنب عمود الثاني، هاد جوج سلسله راه كتعتبر عمود، جوج سلسله كتعتبروا عمود زائد هاد العمود يعني الزياده، يعني كيكون عندي دائما في هاد الجنب جوج اعمده، الا لاحظتوا جوج وانا طالعه سلسله، وكنجي لهاد الفتحه كنعمرها دائما ب
عمودين، لفتحة كتعمر بعمودين بهذه الطريقة. ثم كندير بحال دابا غنفتح جوزة صغيرة أخرى، غنسد في هذه وكنفتح في وحدة أخرى. ثم كندير سلسلة، كنفوت جوج أعمدة، كنجي لهاد العمود، كنخدم العمود الأول ثاني. دابا كنلقص بهاد الكوزة الصغيرة، ثالث هاد الفتحة كنعمروها بجوج، الرابع والخامس. ثم السادس، ثم السابع، ثم الثامن. كنجي سلسلة، كنجي لهاد الفتحة، كنفوت جوج أعمدة هما، كنفوتهم وكنخدم عمودين في الفتحة. دابا كنسد في هاد الكوزة الصغيرة وكنفتح جوج كوزات في الجنوب، جوج كوزات سلسلة، وكنجي بين جوج أعمدة، كنفوت جوج أعمدة وكندخل الفتحة اللي بين جوج أعمدة وحبيك دائما. انتبهوا لهنايا، العمود الأول ثم العمود ديال الزيادة الثاني. بهذه الطريقة كنثبت هنايا، ثم كنطلع سلسلتين، كنشد في الحبيك عاوتاني بغرزة حشو بهذه الطريقة وكنقلب. داك جوج سلسلة راه كنعتبرهم عمود دائما، وكنزيد العمود ديال الزيادة بهذه الطريقة. دابا البنات غنقطعو الفيديو هنايا حتى الجزء الثاني، حيت ما غادي ميمكنش ندير موديل في جزء واحد، ميمكنش في فيديو واحد، خاصني اجزاء. دابا الجزء الاول والطريقه كيفاش تقطعوا البديه راه خدمتها معكم، الجزء الثاني غنخدم نكمل معكم ان شاء الله، والى اللقاء.